فين روح بالخضور؟ شحال معس؟ جات الواش ماش ما عاد كل شيء. شحال؟ أنا عشت فيهم، أنا ولد المغرب، عندي 70 عام في المغرب أنا. أنا ماشي عايشة المغرب، عندي 70 عام أنا. أنا بكو. وإيه؟ سبحان الله. سبحان الله، نعم كذلك. العار تحت فيه الروح، ولكن نستاهلوا. نستاهلوا، ما بغيناش شريعة الله، ما بغيناش على قال القرآن والفائدة والحديث والآية ونشوفوا قرر سيرة الرسول كيفاش جوج بناته والمتع، ما بغيناهاش. ملا قلتي دابا في الصباح لواحد، يوم في الصباح البارح أنا كنت في واحد العرس، تقول له العرس يقول لك آه واش من شيخات جابوا؟ العرس ما كنعرفوش فيه القرآن، تقول له لا ما كاين شيخات، واحد دار الدرس وواحد قرأ القرآن، القرآن؟ القرآن في العرس، إوا قلنا زهد. الكنيسة عارفوا الكنيسة ما تدوش بالقرآن، ما كاينش اللي ما يموت له شي با ولا ما يقول له شي بالطبع، جي بس اقراوا هذا القرآن يا سلام. واش كتلعبوا بكلام الله؟ كياكل كيقرا القرآن ويدك. القرآن بالدكة؟ أنت بصح ما تقول لي يتكلم، اش تقول له؟ ما حد حتى ما يتكلمش. أنا عندي قول تقول. القناة الكلمة كلمة خليهم تيم دغ ماشي هذه كانت مدغ المولينيك سخدة وغادي تصمت ما جاياش هذا التخربيط هذا نقطعوا الماكلة نقطعوا الأتاي إذا قرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون سبحان الله كذلك ورتل القرآن لا تحرك بلسانك لتعجل به شو غير هذيك اللي كتغني لكم كتضل الناس بالكلام ديال الغنى ديال الفحشاء ديال المنكر اش كتقول وتعطلت لغة الكلام مدلت نشبع في ستر الحركات ولكي يقرأ القرآن قال فامي دعسي تعبوك رفت القوضة اسمها الكفر شاشب كلام الله ورتيل القرآن ترتيلا لا تحرك بي لسانك لتعجل به ولا تعجب القرآن من قبل أن يقضى إليك وحده وقرآن فرقنا وليتقر الناس على موكت هذا هو القرآن عظم كلام الله عظم صمت واسمع وتمعن وتدبر وعرف الآية والمرمى والمغزى كما كان سلف الصالح وانزل بها الواقع طبقها نعم يرفعك بها الله ماشي ما صدق الله العظيم الله يرحم لك راكم رفقي هاكا رفقي واحد السورة على بوك قرات على الرحمة إذا بغيتوصل لبوك احنا شاهدين ما فيه مناش القرآن هذا حتنا حتى احنا ما حدا كنقراو القرآن بهذه الطريقة وحتى احنا حتنا احنا احنا ولادنا عريانين احنا المعتينا الشباب ديالنا كيضال حتى احنا ما بغيناش نعظموا كرام الله ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب الى عظمتي شعائر الله الى عظمتي كرام الله وطبقتيه وتمعنتيه والصلاه وكذا راه كنت ما شاء الله راه من تقوى القلوب راك تقيه اكثر من 80 ايه الله ذكر لك التقوى إن أكرمك الله يتقاكم واتقون يا أولي الألباب اتقوا حتى شي الأتقياء نادى المنادى المنادي من المملكة السماوية بالتقوى يا أيها النبي اتق الله ما معنى يا أيها النبي اتق الله أي زيد في الطاعة يا محمد زيد في تطبيق القرآن يا محمد زيد في الصلاة لعل الجاهل يسمع اتق الله يقول يا سيدي يا محمد قال الله اتق الله يا دا شي حاجة حاشا وكلا وما ينبغي لا حاشا قرا السيرة النبي واش تلقى فيه شي إشارة حمراء لا مع الزوجة ديالو ولا مع المجتمع ولا مع اليهود ولا النصارى ولا وتقول كان خلق وإنك لعلى خلق عظيم ومع ذلك قالوا اتق الله بس عشان اتق الله أي زيد في التقوى إن التقوى ما شاء الله يعني شرح سيدنا علي الأربعة أركان الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل لاستعداد اليوم الرحيل اللي تحل مشاكل العالم والله إذا اعترف بها برنارد يشو الكاتب الإيرلندي قال لهم لو كان محمد بيننا في قل 20 يحل مشاكل العالم لتما يتعاطى فنجان من القهوة برنارد يشو كاتب ايرلندي انا كيما بغا يكون نقرا عليه حكمه ضاله اللي يكون كافر ولا مؤمن ولا رسول الله خذ النصيحه حتى عند الشيطان الحديث راه صحيح عندكم ديال ابا هريره ما فعل اسيرك يا ابا هريره لما قال له يا رسول الله راه استعطفني ورغبني وقال لي انا حديث صحيح مشهور معروف اللغه غير المعنى ديالو نقرا بسرعه باش نفهموه يا رسول الله استعطفني وقال لي عندي عيال وخيني وقال لي انا نعطيك واحد الفائده الا تقتيني قال له شي قال لي من جيت نعس ما تنعس حتى تقرا ايه الكرسي الشيطان ما يدورك فيك قال له رسول الله صدقك وهو كذب خذ منه النصيحه نعم الشيطان والحديث في البخاري مسلم صحيح اليس كذلك